سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أخيرا برز فرع من أفرع الطب، سمى طب الفضاء. طب الفضاء يقول إذا ارتفع الإنسان فوق 25,000 قدم دون حماية من قلة الضغط وندرة الأكسجين يموت في الحال. ليه؟ تتوقف أجهزته، الجهاز العصبي، العقل، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، كل هذا يتوقف ويختنق الإنسان وينتهي. في عام 1648 ميلادية أثبت العالم المشهور بليز باسكال أن ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، وجاء في الموسوعة العالمية إنسايكلوبيديا إنترناشيونال فوليوم 2 صفحة 165-167 ما ترجمته: إن الكتلة العظيمة للجو غير موزعة بشكل متساو بالاتجاه العمودي، بحيث تتجمع 50% من كتلة الجو ما بين سطح الأرض وارتفاع 20,000 قدم فوق مستوى البحر، و90% ما بين سطح الأرض وارتفاع 50,000 قدم عن سطح البحر. وعليه فإن الكثافة density تتناقص بسرعة شديدة كلما ارتفعنا بشكل عمودي، حتى إذا بلغنا ارتفاعات جد عالية وصلت كثافة الهواء إلى حد قليل جدا. وجاء في إنسايكلوبيديا أمريكانا فوليوم 1 صفحة 394 ما ترجمته: يجب على الطائرة إذا كانت على علو شديد الارتفاع أن تحافظ على مستوى معين من الضغط الداخلي لحماية الركاب، فإن الضغط الجوي للارتفاعات يكون أدنى بكثير من الحد المطلوب لتأمين الأكسجين الكافي لبقاء الركاب على قيد الحياة. كما أن التغير السريع في الضغط الجوي الناتج عن تغير الارتفاع يؤدي إلى انزعاج جسدي حاد. هذه الحالة سببها ارتفاع نسبة النيتروجين في الدم عند الانخفاض السريع في الضغط. ومن المسلم به أن الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على أي معرفة بتغير الضغط وقلته كلما ارتفع في الفضاء، وإن ذلك يؤدي إلى ضيق في التنفس، بل إلى تفجر الشرايين عند ارتفاعات شاهقة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا إنما يصعد في السماء.